وصلنا لفقرة سؤال وسؤال وأسئلتنا النهاردة هتدور حوالين موضوع مهم ومحير جدا للأهل، خصوصية ولادنا. هل ولادنا من حقهم يبقى عندهم خصوصية وخصوصية تحترم، ولا احنا من حقنا نفتش في حاجة ولادنا او ندور وراهم او ندعبس وراهم من باب ان احنا خايفين عليهم وخايفين على علاقتهم بالناس ومش عارفين اصحابهم شكلهم ايه، يعني تفاصيل كتير، لان كمان الحياة بقت فيها مخاطر كتير قوي. يعني احنا غير جيل ولادنا، ولادنا بيتعرضوا لحاجات كتير قوي مرعبة، فهل ده يدينا الحق ان احنا ندور وندعبس؟ فاول سؤال هسأله لكم، هل من حقي افتش في موبايل ابني واشوف عليه ايه؟ انا حتى لو وصل مش هعرف. لا بصي بس انا عشان عامل كود اكيد باسورد وبصمه ومش بصمه، بس انا الباسورد ده طب لو مفتوح قدامك ولا مفتوح؟ لا بس الا لو الفار لعب في عيبي. بس انا بتكلم على ايه السن، خلي بالك عندي سن يعني 14ات كده من اول بدايه سن المراهقه. انا كنت واقفه على راسي وبراقب وبخليه يروح المكان واروح ابص عليه من بعيد وابعت حد يبص مين اللي قاعد معاه. لا احنا في مصايب، احنا في حاجات كتير موجوده ومفتوحه قدامهم، ممكن صحاب يبوظوا صحاب، فانت لازم عينك عليه وتعرفي اصحابه مين. طبعا لو انا موبايله قدامي هفتحه ابص الموبايل فيه ايه. طب لو طب خلينا برضو نقول بس حاجه غير مباشره. طيب خلينا نقول حاجه تساعد برضو الستات اللي عندهم ولاد عند سن مراهقه، ولاد وبنات. لو انا مش هفتش وما جاتليش فرصه افتش والعيال مقفله على حاجتها، يعني قافلين لابتوب قافلين 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 كله، مش عارفه اخش افتش وقلقانه او عايزه اطمن او عايزه اشوف برضو ابني دماغه رايحه فين، استخدم وسائل ايه تاني غير التفتيش؟ الرقاب. يعني اعمل ايه؟ عيني عليه، راح فين، جه منين، صحابه مين، بيروح فين مع اصحابه. مفيش حاجه اسمها انا كبرت محدش يسالني، مرفوض الموضوع ده. طول ما انت قاعد اكل شارب نايم في البيت هنا. لا بس ما اساله رايح فين وجاي منين وجاي الساعه كام وهتخرج مين معاه ومين اصحابك، ده مش تدخل في خصوصيته. انا بتكلم فيه ثواني بس انا هقول لك انا بتكلم فيه ان انا افتش في موبايله مش بس موبايله، حاجته كلها ايا كان. ما هو طبيعي ان اساله انت رايح فين وجاي منين وقطه. طب انا لو مش شاكه فيه ليه بعمل ده؟ يعني انا اعمل ده لو انا هو تصرفاته واتيتيوده ومكالماته لا طبعا لو مش شاكه طبعا ما تعمليش. لا طبعا لا يعني مش شاكه يعني لو الولد بيجي من بعيد، لو الولد بيجي يحكي معاكي ويقول لك ويفضفض وحتى لا يشك فلانه بس تمام وانا حاسه انه تمام اشك فيه ليه واوتر نفسي. لا 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 مش فهماني، انا ما بقولش اشك، اتابع اراقب اراقب زي ما انا قلت اراقب دايما. عيني عليه، عيني عليه، ده مهم جدا.